جاهز يا لولو؟ انا جاهز. انا هقول لك كذا ولا كذا، انت تمام. تختار حاجه من الاثنين. من كذا او كذا، اهم حاجه ما تتعبش قلبي. حاضر. تختار. حاضر. مش عايز حسابات شخصيه، مش عايز واحنا انت عارفني، احنا بنهبل. انت عارفني احبك. احمد زكي ولا نور الشريف؟ طب معلش انا هجاوب. في ايه؟ احمد زكي ولا نور الشريف؟ احمد زكي. محمود عبد العزيز ولا يحيى الفخراني؟ محمود عبد العزيز. عادل امام ولا عادل امام؟ عادل امام قوي. عادل امام قوي. اه. الاولاني يعني ولا الثاني؟ الكبير قوي. الكبير قوي. اه. ماشي. ده عشان انا يعني بتجاملني يعني بتجاملني؟ لا ما هو اصلا انت عارف ليه ما اخترتش الاولاني؟ العيله كبيره، انتوا كلكم في بعضيكم كلكم، انت فاهم اللي فيها، وانتوا اهل وحبايب، بس هو في حته وكله في حته ثانيه. عادل امام. عادل امام. الزعيم يعني. ماشي. احمد السقا ولا كريم عبد العزيز؟ ما هو انت الاسئله دي يا عمر ما سهل، هقعد اقول لك ده وده، بس برضه ما هو كلهم صحابي وحبايبي. علاء ما تتعبش قلبي. طب لا ما انا كريم بحبه جدا جدا. ايوه. والسقا بحبه جدا. مش انا حذرتك، قلت لك المشاكل الشخصيه والحسابات دي. مفيش مشاكل. انت بتخوفني. انا مستنيك. انا بتاعك. احمد السقا طبعا. احمد السقا. وكريم حبيبي برضه. كريم عبد العزيز ولا احمد عز؟ لا انت كده هنخرب الدنيا. ما انت بتتكلم في حته برضو، ما كلهم يعني، وانت عارف يعني، ما هو برضو اكيد لو سمعتوا اي اسم يا جماعه انا مش معناه حاجه، انتوا فاهمين انا قصدي ايه طبعا، ولكن انا قلقان منه جدا، هو عايز اسم، فلو قلت الاسم ده هعمل علامه زز، عارف الزز اللي من النوم بقى. او الصفاره بتاعت الصرصار. جاوبني. ايوه بالظبط، اللي هو هننام بقى. قول. انا بحب كريم جدا جدا. كريم. وعز صاحبي. طيب كريم عبد العزيز ولا احمد عز؟ ما انا قلت لك انا جبت واضحه. انت قلت كريم يعني، ماشي. طيب احمد عز ولا احمد السقا؟ احنا يعني الموضوع كده هيرجع تاني. بالعكس انا ريحتك اهو، عملت لك التريبل. ليه عارف انت؟ بالعكس انا ريحتك يعني، عملت لك تنوع في الاجابات. انا اخترت الاول السقا ودلوقتي اختار عز. فيبقى في كل اجابه اخترت واحد. حلوه دي. سلام عليك، شوف خرجت سليما انت.